الشعب اليمني برجاله وشبابه وشيوخه ونسائه وأطفاله لا زالت الروح الثورية حية في عروقه وتنبض في دمائه، وأننا جميعا سنواجه إرهاب هذه العائلة المتمردة التي أهلكت الحرث والنزح وعاثت في البلاد فسادا واستبدادا طيله 33 سنه. فنحن في هذه الجمعه نعقد العزم ونعاهد الله عز وجل باننا سنظل اوفياء لدماء وشهداء وجرحى هذه الثوره، وباننا سنواجه ارهاب هذه العائله بكل ما اوتينا من قوه. النظام السابق في كل يوم يثبت انه هو الارهاب بعينه. فاليوم جمعه ارهاب العائله تصادف محرق ذكرى الأولى لمحرقة الساحة. خرجت اليوم حرائر وأحرار تعز لتثبت أن هذا النظام السابق هو بعينه الإرهاب. إن هذه العائلة وعلى مدار 33 عاما ظلت تستبيح دماء الشعب اليمني، واليوم نحن نقف في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ ثورتنا، ثورة الشباب، ثورة الشعبية السلمية. يجب على كل مكونات الثورة أن تقف صفا واحدا لتستمر بالضغط على كل المكونات. الجريمة التي حصلت في السبعين، وهذا إن دل على شيء يدل على أن الإرهاب متمثل في هذا النظام السابق، ونطالب بهيكلة الجيش حتى ينتهي هذا الإرهاب من اليمن. نحن اليوم دائرة ساحة الحرية في تعز نؤكد المضي نحو تصفية وتطهير هذا الوطن الغالي من الإرهابه، وما حملنا الإرهاب غير علي صالح وعصابته. هم من جاءوا بالإرهاب بكل أدواته إلى اليمن وسماها بالقاعدة وسماهم بأنصار الشريعة وسماهم بعدة مسميات. فنحن الآن نؤكد في هذه الجمعة حرائر تعز ودائرة الجمهورية معنا أننا سنكون مع إخواننا يدا بيد نحو هدفنا الأسمى، بناء الدولة المدنية. وأول شروط بناء الدولة المدنية أن نتخلص من هذا النظام وهذه العصابة وهذا الإرهاب الذي أخرج اليمن وأظهره على صفته أنه فيه الإرهاب.